اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اروح لكابتن عصام. كابتن عصام، يمكن تحكيم النهارده يعني مش هنقول في تعمد ولا حاجه، ولكن كان النهارده تحس ان في هزه شويه في التحكيم. ده اكيد، لان الماتش كان حساس جدا وكان في نقط مهمه قوي، وعدم وجود الفار برضو ان هو مش قادر يرجع للكوره ويشوف بالريبلاي ان هي انسايد ولا اوت ولا في غلط لمس شبكه ولا تاتش ولا حاجه، فما ساعدوش طبعا. فكان في وقت معين في شد قوي في بين اللعيبه عشان قرار الحكم مش موافقين عليه، و شفنا حاجات كتير قوي النهارده. اول مره اشوف يعني في نقطه واحده خمس كروت حمر، عمرها ما حصلت في الفولي يعني. فده دليل ان كان في شد عصبيه قوي بين اللعيبه، والامور ما كانتش هاديه قوي يعني فعلا. كابتن ممدوح، راي حضرتك ايه؟ يعني هل برضو التحكيم النهارده كان يعني كنا حاسين ان في هزه قررت؟ لا، انا نفسي نستفيد من اخطائنا. يمكن احنا من كذا مره بنقول لازم نجيب الفيديو تشالنج اللي هو زي الفار في كره القدم، بيحمي اللعيبه من العصبيه وبيحمي الحكام وبيدي حق العدل بين الفئتين. احنا مش عايزين الحكم يكون معانا، احنا عايزين الحكم يكون فيه. فالكوره بتبقى سريعه ساعات غصب عن الحكم مع شده والعصبيه، اللعيبه بتخش بيضغطوا على الحكم فبيفقد تركيزه فبيبقى متردد. فانا شايف ان فعلا كان النهارده الماتش عصبي جدا. الحمد لله ان خرجنا من الموسم النهارده بطولة الدوري، وياما النادي الاهلي فرحنا واللعيبه دي حامل اللقب النادي الاهلي اخر ثلاث نسخ من الكاس، ودي كانت النهارده دي حقيقه، واخدين 21 بطوله من الكاس قبل كده، ودي اللقب السادسه لنادي الزمالك. مبروك طبعا. النهارده الزمالك عمل ماتش عمره. البدايه برضه ان احنا كنا بنلعب ارسالات للاسف عند الليبرو، المفروض ان احسن لعيب في الملعب. دي كانت علامه استفهام بالنسبه لي. بص يا كابتن، دي النقطه ال 12 اللي كانت في الشوط الاخير اللي كان فيها كلام ان هي تاتش او لا مش تاتش، يعني كان في اعتراض وتاكيد انها تاتش، يعني الموضوع واضح يعني. حتى لانها عملت 12 10 عملت 12 10 كانت ممكن تعمل 11 11. الكره دي كانت مفصليه وللاسف يعني الحكم لم يكن موفق فيها بالمره. يعني اولا لو تاخد راي حضرتك لعيبه الاهلي بالكامل يعني، واللي اعرفه حتى انا بس عايزكم تعيدوا لنا كره لو قدرتوا تجيبوها، في كره حتى كانت على عبد الله عبد السلام هو راح قال علي، يعني مش من عاده لعيبه الاهلي انها تعترض بشكل يعني فجأة على كره مش من حقه. فالكره دي الحقيقه التحكيم ما كانش موفق فيها في وقت كان المباراه ماشيه ايكوال. فيعني كره تانية بنعيدها اهي، دي كانت في الشوط الخامس، وواضح اصلا حتى زاويه الضرب في نص الملعب، وفي تاتش حصل حتى سعيد لما نزل قال 100% لمس. يعني انا عايز بس نجيب رياكشنات لعيبه الاهلي ورياكشنات لعيبه الزمالك تاني. معلش يا جماعه ادوهالنا ونشوف رياكشنات الفرقتين، خلوها بالبطيء يعني، كمل شويه كده ومشي لي سنه كمان اسرع عشان نشوف رياكشنات. لا ما ترجعش، كمل بس، عايز اشوف رياكشن او رد فعل لعيبه الفرقتين. لا اجابه بطيء نتاكد برضه للامانه يعني. يعني هي بص، هي بره الملعب، احنا ما بنلعبش جوه. لا نجيبها بالبطيء. بالبطيء، ما هو عادها بالبطيء. لا في لحظه وهو بيشوط الكوره جت في ايد البلوك ولا لا. وكمان لو تاخد بالك الحكم سالهم سؤال غريب جدا، سالهم كره بره ولا جوه، هو ما سالش كره تاتش ولا مش تاتش. هو لو هيسال يسال مين؟ يسال الحكم اللي تحت الشبكه. طبعا الحكم هو الحكم. انما للاسف هو راح سال مين؟ راح سال الحكام اللاين اللي هم ما لهمش دعوه بالكوره اصلا. يعني احنا بنعترض على ايه يعني؟ بص الكوره كده. لا بالبطيء بقى. بص، لا واضح يعني الايد لاعب الزمالك في زاويه الكوره. في زاويه الكوره، واخد بالك يا كابتن؟ وارجع اقول برضو يعني انت تسال مين؟ تسال الحكم. الحكم قريب منه ماشي. لا حتى لو مش باينه لنا او مش باينه الناس، الحكم اللي تحت اهو هو قادر اكتر واحد شايفها، هو راح استدعى الحكم اللاين ساله. طب ما هو يعني ما علينا يعني. هي اكيد يعني الكوره كانت مفصليه في المباراه، وكانت ممكن نروح بدل 12 11 12 10 نبقى 11 اول. بس هي يعني هنقول برضو يعني خلاص، يعني هي دي الرياضه، وهارد لك وان شاء الله تتعوض في الحمد لله. يعني ان شاء الله ماتشات جايه. كابتن ممدوح اسماعيل بشكرك، نورتني وشرفتني يا كابتن. متشكر جدا في وجودي مع نجمين كبار كابتن عصام معوض وكابتن هيثم السعيد. فالف شكر للناس كلها اللي قاعده على اعصابها من الصبح في الاعداد وفي التحليل وفي الناس كلها اللي بتتعب في القناه، ان هم قدموا حاجه جديده ما كانتش موجوده في السنين اللي فاتت قبل كده للجماهير عشان يشوفوا الكره الطايره. وسبق كبير لقناه النادي الاهلي، بنشكرهم.
شكرا لك يا كابتن، منورتنا وشرفتنا يا كابتن. كابتن عصام معوض نجم مصر طبعا ونادي الزمالك السابق ونادي الشمس، بشكرك نورتني وشرفتنا يا كابتن النهارده. ربنا يبارك في سيادتك، وانا بشكرك على تواجدي معاك ومع كابتن ممدوح، وحقيقي يعني شيء اسعدني ان انا اكون موجود في قناه النادي الاهلي، ونقدر نقول يعني هارد لك للاهلي ومبروك للزمالك، لكن هو كان ماتش يعني دسم وماتش كان كلنا كنا على اعصابنا، وهو ده حال الرياضه. صحيح. ممكن نكسب ممكن نخسر والامور تتغير. بالظبط يا كابتن. مبروك للي كسب وهارد لك للي خسر. صحيح يا كابتن، صحيح، ومتشكرين لوجودك معانا. ربنا يبارك سيادتك، انا اللي شاكر لسيادتك. شكرا يا كابتن، واتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هي دي الرياضه، فريق كره الطائره الماسترز فرحونا وكسروا ارقام كتير، بنقول لهم هارد لك ولا يهمكم، ركزوا في القادم، وهي دي الرياضه. بشكركم شكرا جزيلا، والى جوله اخرى مع استوديو الافضل.